هذا أمين المكتبة؟ أظن ذلك. كيف يمكن أن يكون للعصور المظلمة أي علاقة بنا؟ من فضلك نأسف إزعاجك. ماذا تريد؟ نريد أن نكتشف أثر العصور المظلمة على العصر الحديث. لم يطلق على أي حقبة اسما بهذا السوء، لا تلمسها، إنها ثمينة. أتوقع أن هناك من ملأ عقولكم بالهراء المعتاد. 1000 سنة ضائعة، فجوة سوداء في التاريخ، أليس كذلك؟ نعم هذا صحيح. كالعادة دائما نفترض وبشكل مغلوط بأن تلك العصور كانت كلها خراب وأمراض ودمار وموت. همجية تهدم وتحرق دون اختراعات ذات قيمة، ها؟ لا 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 لا. اذهبوا بعيدا عني. نأسف لإزعاجك. هيا، الموضوع لا يستحق. الكل يعرف بأن الإغريق والرومان اخترعوا كل شيء. أحقا فعلوا؟ وأنت واثقة من تلك المعلومات، أليس كذلك؟ قد يكون لدي ما يفيدكم، تبدون في مهمة بحثية. أظن أنه يمكنني. اتبعوني، عندي كتاب يناسبكم. عذراً، إلى أين نذهب؟ من الظلام إلى النور يا صديقي، من البحر إلى بر الأمان، هناك أشياء يجب أن تعرفوها، صدقوني صدقوني. أذكر أني تركته في مكان ما هنا. ها هو. والآن ألقوا نظرة، إذا جرؤتم. ماذا يحدث؟ أهلا بكم في العصور المظلمة، أو كما يجب أن تعرف، العصور الذهبية. من تكون؟ أنا الجزري، مهندس ومخترع بارع. ظننتك قلت إنها العصور المظلمة، لكنها لا تبدو مظلمة. لأن ذلك يعتمد على المنظور الذي تأخذه يا صديقي. طبعا هناك أجزاء من العالم لم تكن مظلمة أبدا، ففي حضارة امتدت من إسبانيا إلى الصين، ضياء العلم والاكتشاف أشرق على كل شيء. أية حضارة؟ الحضارة الإسلامية يا صديقي، فيها طور علماء من ديانات مختلفة بعض أهم الاكتشافات التي عرفها الإنسان حينها، اكتشافات مبنية على علم من سبقهم، لكنها مرتبطة بعالمك الحديث أكثر مما تتخيل. مثل ماذا؟ كل ما تتصوره. لابد أن أصور هذا. كنت أعلم أنها فكرة جيدة. من تكون؟ اسمحوا لي أن أعرفكم بابن الهيثم، عالم فذ أدت أفكاره إلى اختراع الكاميرا. أنت اخترعت الكاميرا؟ أنا من وضع أسس الكاميرات الحديثة بتفسيري لكيفية عمل أعيننا. لقد وجدت طريقة لإسقاط صورة على سطح آخر من خلال ثقب في غرفة مظلمة، سميت بعدها القمرة المظلمة. فكروا في كل الأشياء التي تطورت من هذا الاكتشاف، الكاميرات، السينما، كلها تعمل بنفس المبدأ،
رائع. أنتم في الأسفل، انتبهوا. من هذا؟ إنه صديقي الصدوق عباس بن فرناس، شغف بالسماء وآمن بأن الإنسان يمكنه الطيران. رائع. فعلا جرؤ أن يحلم بالطيران 1000 عام قبل الأخوين رايت. فعندما تسافرون بالطائرات في عطلاتكم عليكم أن تتذكروا عباس بن فرناس. استعدوا، أنا جاهز للإقلاع. لقد نسي شيئا مهما، الذيل مفيد عند الهبوط. ماري، هل من طبيب هنا؟ هل طلبني أحد؟ صديقي العزيز، هلا قدمت نفسك لضيوفنا الشبان؟ اسمي أبو القاسم الزهراوي، العديد يلقبونني بأبي الجراحة. أفعلا أجريتم عمليات جراحية وقتها؟ أكيد بالطبع، في الواقع العديد من الأدوات الجراحية التي اخترعتها ما زالت تستخدم في مستشفياتكم. بعد إذنكم، هناك مريض بحاجة إليه. المشرط! أعتقد أني سأحتاج لبعض القطب. في هذه الحالة سأستخدم أحشاء الحيوانات. أحشاء حيوانات؟ خيوط من أحشاء الحيوانات مثالية في خياطة الجروح الداخلية، ما زال جراحكم يستخدمونها إلى الآن. عذرا، يجب أن أذهب. من هي؟ هذه مريم الأسطرلابية، واحدة من النساء المتألقات في زمانها، صنعت أسطرلابات متطورة. أسطر ماذا؟ أسطرلابات تظهر السماء والنجوم على صفيحة تحمل باليد، كأنها أجهزة حساب وتحديد الأوقات، مشابهة تماماً للساعة والبوصلة والقمر الصناعي، تعين الناس والمستكشفين في سفرهم حول العالم. العلم في أعظم حالاته. وكل هذه الأشياء اخترعت في العصور الذهبية؟ هذا غيض من فيض، يوجد غيرها آلاف من الاختراعات غطت كل مجالات الحياة وانتقل أثرها عبر السنين ليصل لأوروبا في القرون الوسطى. فكما ترون لم تكن مظلمة أطلاقا. وماذا عنك؟ أنا؟ ما الذي اخترعته؟ لا أريد أن أبدو مغروراً، ولكني قمت بتطويرات رائدة في مجال الهندسة. أعتقد أن أكثر اكتشافاتي أهمية هو تحويل الحركة الدائرية إلى مستقيمة باستخدام ذراع التدوير وعصا الوصل، جزء أساسي في المحركات والمضخات. حقيقة لا أعرف كيف كانت الثورة الصناعية ستتم بعد مئات السنين بدون جهاز مثل هذا وبدون ذكر فضلي بذلك، لكن مصدر فخري هو آلتي المذهلة لمعرفة الوقت، ساعة الفيل الأسطورية. هذه ساعة؟ نعم، عشرات من المكونات جمعت من حضارات عدة حول العالم، الهندية، الإغريقية، العربية، المصرية والصينية. ياه، ساعة الأمم المتحدة. فعلا إنه رائع. أحقا تحدد الوقت؟ طبعا، نعم بلا شك، لولا هذا الاختراع لتأخر آلاف الأشخاص عن مواعيدهم. على ذكر الوقت، يفضل أن تعودوا وتذكروا، انشروا المعلومة، كانت عصوراً ذهبية وقد عرفتكم على مجرد جزء صغير منها. هناك الكثير من العلماء والاختراعات المرتبطة بعالمكم الحديث، عليكم اكتشافها بأنفسكم. انتظر.